كيف يستقبل المؤمن رمضان؟ هو صحيح أن الإنسان لن يتغير في لحظة، لكن يجب أن تكون مواسم الطاعات، رمضان، يوم عاشوراء، يوم عرفة، الحج، المواسم هذه اللي تمر. الله عز وجل لما أعطى المسلم هذه المواسم يريد أن يتزود، ولا أنت لما تكون مسافر في السيارة في وقود ممكن يوصلك، لكن إيش؟ تتزود بالوقود عشان تضمن أنك تمشي. كذلك المؤمن قد يأتي فتور، يغيب عن الله عز وجل، يقصر، يذنب، فمثل الطاعات هذه محطات تزود بالطاعات. فكيف يستقبل المسلم رمضان؟ أنا من رأيي الشخصي الاجتماعي غير الرأي الديني، أنا أقول لا يأتيك رمضان وأنت مراكم كثير من الأشغال ما راح تقضيها لي في رمضان. مثلا التسوق للعيد، أغلب الناس يشغل نفسه في التسوق متى؟ في رمضان، ثم يدور التخفيضات في العشر الأواخر. مو بصحيح، العشر الأواخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها، يعني كثف الجهود في العبادة في رمضان في العشر الأواخر. فأنا أسويها والله كل سنة، مقاضي رمضان اللي هي متعلقة بالأكل والشرب والتزود اللي الناس تشتري، والله المستعان شيء كبير يعني، لكن واحد لازم تقضى البيت، فتقضى قبل رمضان مدة كافية. كذلك ملابس عيالك، تفصال الثياب، البنات، الحريم، اشتروا كل أغراضكم في شعبان، بحيث أنه لما يجي رمضان تكون المرأة يعني عندها شيء بسيط من الشغل ما يتعلق في الإفطار، كذلك الرجل، وتتفرغ العائلة في المنزل لعبادة الله عز وجل. ما هو بكل يوم وأبو فلان نبي نطلع بعد الفطور، يطلعون الفطور متى يرجعون؟ السحور بعد على الفجر او على السحور اذا سكرت المحلات. ليه؟ والله بنلحق الموضه، بنلحق التخفيضات، بنلحق، ويروح رمضان كله في الاسواق في الليل، في النهار نوم. فانا انصح كل مسلم يسمعني الان، يا اخي انهي مشاغلك فيما يتعلق في المراجعات الحكوميه، في الشراء للعيد، في الشراء لرمضان، في جميع الارتباطات، حاول تخلصها قبل رمضان بحيث انه يبدا رمضان تبدا تفرغ للطاعه. ثانيا اجعل انت وعائلتك لك برنامج يومي، ما هو بلازم تقول لي 8 ساعات 10 ساعات، قد لا النفوس ما تتقبل، لكن لك ساعة يومية مع القرآن، مثلا بعد الإفطار إلى التراويح، أو بعد التراويح ساعة في البيت، حافظ القرآن يراجع حفظه، واللي ما حفظ يحفظ، واللي يقول لك أنا ما أقدر أحفظ اقرأ ساعة، واللي يبي خاتم يختم، واللي يبي خاتم يختم، كلها يصير لك برنامج مع القرآن، لأنه رمضان شهر القرآن، فإذا ما قرأنا في رمضان متى نقرأ؟ فيصير برنامج عائلي في البيت ثابت. ثالثا من أشياء، لا يكون نهار رمضان نوم وليل رمضان لهو، لا، خل نومك مثلا تقول أنا ملزوم بالساعة، طيب وش أسوي؟ صل الفجر ونم، من الفجر إلى الظهر هذا كافي، 8 ساعات تشبع نوم. طيب من الظهر إلى العصر خليك برنامج خاص في القراءة، في العبادة، في ذكر الله عز وجل، كذلك في خدمة أهلك، خلي أغراضك الظهر فاضي، الأسواق فاضي، كل شيء، لما تقدر تخلص شغلك تجي بساعتين، بحيث انه لما تجي بعد التراويح ولا انت متفرغ ايضا للعباده. انا اقول رمضان في عبادات خاصه، اي وهي الركن الركين في رمضان وشو؟ الصوم. فالصوم حاصل وهو واجب، وان شاء الله نيتك طيبه من اول رمضان لاخره، بعده تلاوه القران، بعده التراويح، صلاه التراويح مع المسلمين. تذكرون العام قالوا يا الله المساجد كورونا ما قدرنا نصلي التراويح، طيب لما الله عز وجل قدر علينا وما قدرنا نصلي في المساجد، هل صليت التراويح في عائلتك، في زوجتك، بعيالك، مع أمك، مع أبوك، في مسجد في البيت، وصليت التراويح 30 يوم ولا كان حجة عشان تترك هذه الطاعة؟ إن شاء الله السنة دي بإذن الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن لا يعيق المسلمين على المساجد. ويحتاج أننا ننصح جميع الناس يا أخوان، الاحترازات فيما يتعلق بكورونا وبذل الأسباب المادية ستعيننا على بذل الأسباب الشرعية في أن نصلي في المساجد ولا تغلق علينا بسبب الإهمال، بسبب التجاوزات. فأقول الآن فتحت المساجد وإن شاء الله بنصلي التراويح، لا تفوتك صلاة التراويح. الاعتكاف إن حصل في المسجد وإن حصل في البيت يا أخي، والله لو أغلقوا المساجد على الأقل اربط نفسك وحط لك 6-7 ساعات يوميا تجد أو تنوي فيها أن وقف على نفسك لله عز وجل، أني أترك هذا الوقت لعبادة الله عز وجل والتقرب له. كل الأمور هذه يحتاج الواحد. ثانيا ومن أهم الأمور، لازم يكون لك خوي، صديق، أخ، زوجة، معين لك على الطاعة. مرات الواحد لحاله إيش؟ يطفش، يمل، يفتر. خلي لك يفتر، خلي لك خوي أو إنسان يعينك على الطاعة، يسابق. نعم، تتسابق. كان الصحابة هذا ديدنهم، المسابقة للصلاة، للصدقة، للجهاد، كانوا يتسابقون في الخير. فخلي أهلك يتسابقون في البيت. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، اللهم كما بلغتنا شعبان
اللهم فبلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين آمين. وجميع المسلمين جزاكم الله خير. احسنت القول والله يا ابو تعلم منك احسنت القول ما شاء الله الله يسعدك الله يجعلنا نحسن القول والفعل امين.